تضحي بالغلي والنافس والنفيس من أجل أن تحيا هذه المدينة في شروط أحسن من الظروف التي تعيش فيها حاليا؟ ماذا عسانا نقول في هذا الرزق الكبير؟ ماذا عسانا نقول في هذا الفقد القبيع الذي ألم بهذه المدينة؟ ماذا عسانا نقول في هذا المصاب الجلل ولا راد لقدر الله؟ ماذا عسانا أن نعلق في هذا المأتم، في هذا الموقع، في هذا المكان الأليم، حينما تفقد مدينة العرائش جزءاً من جسدها؟ زر الإملاح كانت جزءاً من جسد مدينة العرائش، زر الإملاح كانت جزءاً من الوطن، لأنها كانت غارقة في الوطنية، محبة لوطنها، تضحي بأسرتها، بعائلتها، بأقربائها من أجل أن توفر أو أن تساهم في توفير ظروف تمكن هذا الوطن من أن يعيش في ظروف أحسن. زهرة الإملاحي حينما نفقدها اليوم في حزب الاستقلال فإنها لا نفقدها كمناضلة، بل نعتبر أن الوطن فقد امرأة صادقة خدومة. يصعب أن نتحدث عن تعويض أو عن قطعة غيار بديلة لها. زهرة الإملاحي ورقة وراقة كانت مليئة مكتظة بالاختراع، كانت تحب الناس، كانت تحب فعل الخير، كانت تمارس نكران ذات كبير وفظيع. ويكفي شرفا لهذه المدينة أنها أنجبت امرأة في حجم الزهرة الإملاحي رحمها الله. عرفتها منذ نعومة أطفالي في بيت الحزب، وعرفتها في الحي الذي كنت أقطن به. كانت ابنة الحي رحمة الله عليها حينما كانت شابة في مقتبل العمر مقبلة على الحياة. اليوم نعتبر أن هذه المدينة فقدت إحدى أبرز قادتها من النساء على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي. وحينما نتحدث عن زهرة الإملاحي يجب أن نتحدث عن هذا الفقد الذي أصاب هذه المدينة، لأنه يصعب علينا أن نعوض زهرة الإملاحي، لأنها تربية، لأنها منشأ، لأنها شجرة عميقة الجذور في هذا الوطن. رحمكم الله، رحمك الله أيتها المناضلة، ورزقنا الصبر والسلوان من ورائك، ورزق الصبر والسلوان لتربتها الناضجة الصالحة الأخ نوف العامر والأخوات والزوجية المباركة.